ومشاهدينا، من العناوين إلى التفاصيل، حيث استشهد رقيب شرطة يدعى عبد المنعم السيد أحمد فجر اليوم من قوة شرطة المرافق بمديرية أمن شمال سيناء بعد اقتحام 3 عناصر إرهابية لمنزله بمنطقة الساحة الشعبية وإطلاق النيران عليه، مما أدى إلى استشهاده، وقاموا بالاستيلاء على سلاحه الميري وفروا هاربين. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم إن الأجهزة الأمنية قامت على الفور بتمشيط المنطقة وتمكنت من مطاردة المتهمين الذين قاموا بإطلاق النيران تجاه القوات والتي بادرتهم إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل المتهمين 3 مستقل السيارة، والتي بتفتيشها تم ضبط السلاح الميري الخاص بالشهيد ومدفع جرينوف وثلاث بنادق آلية وكمية من الذخيرة وثلاثة قذائف RPG ودانات مدافع وعبوات ناسفة. لمزيد من التفاصيل بينضم لنا زميلنا أحمد أبو دراع، مراسل الحياة الآن في شمال سيناء. مساء الخير يا أحمد، ومزيد من التفاصيل معنا حول هذا الخبر. شمال سيناء شهدت مساء أمس كمية اشتباكات غير طبيعية. كان أولها استهداف رقيب شرطة أثناء عودته إلى منزله في مدينة العريش. قام عدد من المسلحين بإخراج رقيب الشرطة من منزله وإطلاق النار عليه أمام أسرته وقتله أمام أسرته وفروا هاربين. بعد ذلك قامت قوة أمنية باستهداف سيارة فرنا بها عدد من المسلحين، تبين أنها كانت لثلاث مسلحين هم من قاموا بقتل رقيب الشرطة داخل منزله. كان هناك استهداف لقوة تأمين لاستراحة محافظة شمال سيناء وإصابة مجنب بسلق ناري في البطن مساء أمس. كان هناك اشتباكات حي البسعيد عند مبنى الإذاعة في سيناء. طيب أحمد، يعني هعود مرة تانية لقصة استشهاد الرقيب شرطة عبد المنعم السيد أحمد فجر اليوم. هل استشهد في منزله، يعني استهدفوه في منزله ولا في الشارع ولا في مقر عمله؟ بعد عودته إلى منزله تم إخراجه من المنزل وقتله في الشارع على بعد 200 متر من منزله. على بعد 200 متر من منزله. نعم. طيب، والقصة الخاصة ب يعني ملاحقته من قبل القوات وقتل الثلاثة من المتهمين اللي قاموا بقتله وسرقة سلاح الميري. العملية كانت في حوالي الساعة 2:30 فجرا. تم استهداف سيارة على طريق أسلوك، على شارع أسلوك، تبعد عن مكان الحادث حوالي 60 كيلو متر أو 3 كيلو متر عن مكان استشهاد الرقيب. تم التعامل مع السيارة، تبين أن بها 3 مسلحين وبها كمية من السلاح وبها سلاح رقيب الشرطة الذي نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا الأستاذ أحمد أبو دراع، مراسل الحياة الآن في شمال سيناء.